مشاهدينا، للحديث أكثر عن العلاقات الكويتية البحرينية وأيضا زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى مملكة البحرين الشقيقة، ينضم إلينا في الاستديو المحلل السياسي الأستاذ ناصر العبدلي. أستاذ ناصر، أهلا ومرحبا بك، وسعداء جدا بوجودك معنا في هذه التغطية. بداية أستاذ ناصر، لا شك أن هذه الزيارة زيارة الدولة لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تعتبر المحطة الثالثة لسمو الأمير بعد المملكة العربية السعودية وأيضا سلطنة عمان بعد تسلمه سدة الحكم. يعني من خلال رؤيتك، يعني ما هي الآفاق الجديدة التي ممكن أن تفتحها هذه الزيارة؟ طبعا دائما يعني الزيارات الثنائية بين البلدان، خاصة حتى لو كانت بين منظومة واحدة هي دول الخليج، لكن الزيارات الثنائية مردودها دائما السياسي والاقتصادي أفضل بكثير من اللقاءات. ولذلك سمو الأمير في زيارته للمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والنشاط الذي يعني جرى هناك، هذا دليل على أن مكتسبات اللي استفادتها البلد أكبر بكثير من اللقاءات العامة اللي نشوفها بين دول مجلس التعاون الخليجي وحتى بين الدول العربية. ولذلك هذه فرصة للكويت وللبحرين، هذه الزيارة الكريمة، أن يكون هناك أيضا أفكار حول التعاون الاقتصادي والتعاون السياسي. لا شك أستاذ ناصر، يعني هناك أيضا إضافة جديدة يعني في رصيد العلاقات الكويتية البحرينية تضاف إلى رصيد الدولتين. يعني برأيك كيف تؤثر هذه الزيارة في أيضا تجسيد عمق التعاون بين دولة الكويت وأيضا مملكة البحرين الشقيقة؟ هي طبعا إضافة لها، لأن دائما الزيارات المتكررة واللقاءات المتكررة على مستوى القمة بين يعني الزعيمين هي فائدتها كبيرة جدا على الشعوب، على الجوانب السياسية كما أسلفت وعلى الجوانب الاقتصادية. وأكيد يعني جدول أعمال هذه الزيارة سيكون مليء بكثير من الأفكار التي يعني تناقش مع المسؤولين في البلدين، ثم نستفيد من موضوع المشاريع الاستثمارية والمشاريع الاقتصادية، خاصة وأن البحرين يعني بلد واعد وهناك الكثير من الاستثمارات الكويتية. حسب الأرقام هناك تقريبا ما يقارب 3 مليار من الاستثمارات، وهي رقم بحاجة إلى تطوير أكثر وبحاجة إلى إضافة حتى يكون هناك توازن بين الدولتين في موضوع التبادل التجاري. إذا ما وضعنا هذه العلاقة يعني بين دولة الكويت وأيضا مملكة البحرين الشقيقة، يعني هذه العلاقة بإطارها أيضا التاريخي وامتدادها الاستراتيجي، ما هي العلاقة بين البلدين يعني بانفرادية أيضا هذه العلاقة؟ هو تميز طبعا تاريخيا، كل يعرف أن يعني الكويت والبحرين يعني أقرب من بقية الدول إلى بعض. أسرة آل خليفة كانت موجودة في الكويت وهي قريبة جدا من أسرة الصباح، وانتقلت فيما بعد إلى البحرين وأسست دولة هناك، والعلاقة متميزة دائما من ذلك اليوم إلى اليوم، وحميمية أكثر، وهناك يعني تواصل أكثر بين البحرين والكويت، ولذلك هي يندرج في إطار هذه العلاقة التاريخية المميزة بين البلدين. نعم، إذا وضعناها أيضا على امتدادها الاستراتيجي، يعني طبعا هذا مهم جدا، يعني الجانب الاستراتيجي خاصة بين كل دول الخليج، لكن بين البحرين والكويت أيضا يعني لها أهمية كبرى في موضوع العلاقة الاستراتيجية. وعلى وكما يعني تكلمت قبل قليل أن الاقتصاد مهم، السياسة مهمة، والتعاون في كل المجالات أيضا مهم، ولذلك هناك الباب مفتوح أمام الدولتين إلى يعني طرح كثير من الأفكار ذات الفائدة الاقتصادية والسياسية وثم البدء في تنفيذها. إذن مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية الشاملة وأيضا المباشرة لزيارة الدولة والتي يقوم بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وننتقل مشاهدينا إلى الجانب الآخر من الاستديو والزميلة فاطمة الكندري.
شكرا بندر، وشكر كذلك موصول لضيفك الكريم. ونستمر معكم في هذه التغطية مشاهدينا الكرام لزيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى مملكة البحرين الشقيقة وإلى العاصمة البحرينية المنامة. وينضم إلينا على الهواء مباشرة الأستاذ عادل المعاودة عضو مجلس الشورى في مملكة البحرين. أستاذ عادل أهلا ومرحبا بك معنا، كيف تقرؤون هذه الزيارة لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله إلى مملكة البحرين؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة هذا يوم سعيد ويوم مبارك الذي يشرف فيه سمو الأمير مشعل بلده البحرين، بلد التي تحبه أرضا وشعبا وقيادة، ونحن حقيقة في عيد اليوم في البحرين، نحن في عيد ونحن نرى أعلام الكويت الحبيبة ترفرف في جميع شوارع البحرين، والتي نفرح إذا رأيناها حيثما كانت. اليوم نراها في عمق بلدنا، حقيقة يوم سعيد جدا، ونحن دائما نفرح بكل ما يأتي من الكويت، فكيف إذا حال رأس الكويت الممثل لكل الكويت عندنا؟ فلا شك أن هذا يوم متميز ويوم مبارك للجميع، وأيضا يوم تفاؤل. فكما ذكر سعادة المستشار العبدلي قبل قليل، يعني دائما لقاءات القيادة، لقاءات القمة تختصر كثير من الكلام وكثير من المراحل التي هي لا شك أنها ضرورية من قضية الدراسات والتخطيط والإعداد، ولكن عودونا قادتنا أن لقاءاتهم لا تأتي إلا بخير. هذا من واقع ملموس عشناه طوال يعني السنين التي كنا فيها في معترك العمل الاجتماعي والعمل الاقتصادي. نعم، قد أصاب النجعة سعادة المستشار أن هذا اللقاء الذي قد يكون قصيرا في ساعاته وفي أيامه، ولكن تعودنا أن مردوده على البلدان، على البلدين، دائما يكون فيه خير وفيه بركة. ولا شك إذا كان الطرفان البحرين والكويت، وأعتقد أن كل لسان بحريني ولسان كويتي يتكلم عن العلاقات بين البلدين يجد في صدره انشراح، لأن هناك محبة، وكما قال يعني يقول الشيبان عندنا القلوب شواهد، وهذا مشاهد في القلوب ومعبر عنه بالألسن. نفرح إذا رأينا إخواننا الكويتيين والأرقام الكويتية في البحرين، وأيضا نفس الشيء في الكويت. كذلك هذه الزيارة الميمونة بإذن الله عز وجل، نرجو أن يجعل الله فيها خير على جميع الأصعدة التي نتمناها. بالفعل أستاذ عادل، وربما تكون هذه النقطة استكمالا لحديثك، ولكن هناك ترابط وتوافق في الرؤى كذلك السياسية والمواقف السياسية بين البلدين الشقيقين، كيف ترون هذا التوافق؟ هذا التوافق أمر طبيعي لبلدين تقودهما عائلتان لم يزالا معا منذ قبل تأسيس حتى الدول، قبل أكثر من 3 قرون، عائلة واحدة، جذور واحدة. فلا شك أن هذه العلاقة الحميمية بين الأسرتين الكريمتين الحاكمتين ينعكس على الأخوة والتكامل في المواقف، خاصة السياسية والمواقف الدولية وعلى المستوى الإقليمي، هذا لا شك. فالبحرين ما زالت في تنسيق مع الكويت منذ الأجداد،
والحكام السابقين، ولا يزيد مع الزمن إلا يعني قوة، وهذا نراه الآن في التكامل، خاصة الذي يلتمسه الناس هو التكامل الاقتصادي، والذي نرجو أن يعني يزيد بإذن الله عز وجل. ناهيك أختي الكريمة عن التكامل والتنسيق الأمني، وهو مهم جدا في مثل هذه الظروف الحالية، المواقف السياسية. وأنا شخصيا كنت في أول وفد للبرلمان الدولي الذي حضر من جهة البحرين لقبول عضوية البحرين في الاتحاد الدولي، البرلمان الدولي. هذا طبعا ذكرني به سعي الكويت ودعم الكويت لانضمام البحرين في الأمم المتحدة. أيضا أنا لما كنت في على رأس الوفد في جنيف للاتحاد الدولي، كان المستشار الأول لنا والمنسق الأول الشعبة البرلمانية الكويتية على أيام رحمة الله عليه الخرافي رحمه الله رحمة واسعة، وكان طاقم الكويت وفريق الكويت التابع للشعبة البرلمانية لعضو لمجلس الأمة الكويتي يعني يقود كل التحركات والتوجيهات اللي كنا نحتاجها في جنيف حتى تم قبول عضوية البحرين في البرلمان الدولي. وهذا أعتقد على جميع الأصعدة ما نادت البحرين يوما إلا قالت الكويت لبيك، وما نادت الكويت يوما إلا قالت البحرين لبيك بالفعل. وهذا يجسد حقيقة العلاقة الحميمية التي حقيقة ما تزيدها الأيام إلا قوة. نعم بالفعل أستاذ عادل، ومثل هذه الزيارات وتكرارها بين قادتي البلدين الشقيقين، كيف يسهم في تطوير هذه العلاقة ونقلها إلى مستويات أرحب؟ نعم أختي العزيزة، أيضا كما ذكر أو سبقت أن استشهدت بكلام سعادة المستشار، نعم اللقاء ما رأينا، وهذا لا نقوله مجاملة ولمجرد الغال، هذا شيء ملموس. نحن يعني في المعترك السياسي والاقتصادي ما رأينا لقاء قط على المستويات العليا، إلا رأينا بعدها نتائج ملموسة، وهذا طبعا نحن نراه الآن في البحرين في كثير من المشاريع والدعم الذي يعني لا يتوقف من الشقيقة الحبيبة الكويت في مشاريع البحرين، والتي نرجو، وأنا حقيقة اليوم احنا عندنا الهاجس الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، أن يكون في هذا اللقاء الاهتمام بالجانب التصنيعي في البلدين يكون له اهتمام كبير، والربط والتنسيق في الأمور الأخرى التي تعودنا أنها دائما تكون نتائج هي بعيدة حقيقة عن الإنشائيات التي كثيرا ما تقول بعض الناس، يعني يظن أن الكلام هو مجرد مجاملات. لا، هو عمل، وعمل حقيقة على مستويات عالية ومردود كبير على الشعبين. نسأل الله عز وجل أن يبارك في قيادتنا وأن يرد الخير وعلى أثره على الشعوب جميعا. اللهم آمين. أستاذ عادل، بالنسبة للملفات الإقليمية وما يعصف بالمنطقة من أحداث وقضايا سياسية، كيف تساهم هذه الزيارة في توحيد الرؤى وجهات النظر حيال مختلف القضايا؟ حقيقة القضايا السياسية جدا ساخنة عندنا، وعلى رأسها قبل هذه القضايا الكبيرة ما نحن نحتاجه من زيادة تقوية لأواصر التعاون بين دول مجلس التعاون، لأننا كلنا في مجلس التعاون كيان واحد، كلنا يتأثر بهذا. ولا شك أن زيارة أول زيارة لسمو الأمير مشعل أن تبدأ بطبيعة الحال بالمملكة العربية السعودية، العمود الفقري لهذه المنظومة المباركة، ونحن فخورون أن تكون البحرين
على قائمة أول زيارة لسموه في المنطقة. هذا يدل على الأهمية والقضايا. حقيقة الكويت دائما لها مواقف مشرفة وقوية، يعني على سبيل المثال لا الحصر، القضية الفلسطينية تكاد الكويت أن تكون متميزة بل تكاد تفوق غيرها في وقوفها مع القضية الفلسطينية، ليس من اليوم ولكن منذ أن عرفت القضية الفلسطينية. ووقوف الكويت مع القضية الفلسطينية يدل على الشهامة في دولة الكويت حكومة وشعبا، فلم تتأثر قط ولم تتغير قط بسبب المواقف المختلفة من الآخرين، ما زالت واقفة داعمة على كل المستويات الاقتصادية والسياسية والخيرية للقضية الفلسطينية، بل هي السباقة دائما، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نحن نفرح، فعمل الكويت وما يشرف الكويت يشرفنا جميعا، ونحن أيضا حقيقة نفتخر بدعم جلالة الملك حفظه الله حقيقة لكل ما يهم ويخص القضية الفلسطينية والكيان العربي عموما والإسلام. نعم، شكرا أستاذ عادل المعاودة النائب في البرلمان البحريني، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من العاصمة المنامة. إذن مشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطية الشاملة وأيضا المباشرة لزيارة دولة والتي يقوم بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى مملكة البحرين الشقيقة. إذن مشاهدينا عودة لضيفنا في الاستوديو المحلل السياسي الأستاذ ناصر العبدلي. أستاذ ناصر، يعني لا شك يعني تحرص قيادتي البلدين كما استمعنا أيضا ضيف البحرين على التواصل وأيضا التشاور المستمر حيال مجمل القضايا الإقليمية وأيضا الدولية. يعني الزيارة تأتي في ظل توترات تسود العالم ومنطقة الشرق الأوسط تحديدا، يعني كيف تقيم التوافق بين البلدين في القضايا الإقليمية؟ واضح أن يعني راح ينحصر النقاشات يعني الجانب السياسي منها على موضوع المنطقة والتوترات اللي تحدثت عنها. يعني في القضية الفلسطينية، ومعروف موقف الكويت وموقف البحرين الداعم لهذه القضية، ولكل طرف رؤية الخاصة في إيصال هذا الدعم. أيضا هناك صراع في المنطقة، إيران، العراق، سوريا، هناك الكثير من المشاكل، وأعتقد أن هذه راح يكون على جدول أعمال الزيارة والنقاشات حولها. هذه الملفات الهامة والخطيرة جدا ما تغيب عن أي لقاء خليجي، سواء كان في القمة الخليجية أو في الزيارات الثنائية بين البلدان، وأكيد أنها طرحت في الزيارات السابقة لسمو الأمير باعتبارها زيارات دولة، ولذلك هو تصنيف هذه الزيارة زيارة دولة لأنها تحمل أهمية كبرى، وكل ما يطرح على جدوى أعمالها يعني سواء الجانب السياسي والجانب الاقتصادي يحمل أهمية كبرى، ولذلك أنا أتوقع أن الباب مفتوح في النقاشات حول كل هالقضايا المطروحة. إذا ما تحدثنا عن هذه الزيارة الرسمية، يعني كيف يمكن لمثل هذه الزيارات الرسمية أستاذ ناصر أن تساهم المساهمة في إيجاد حل القضايا وأيضا الملفات في المنطقة؟ هو طبعا يعني على رأس هذه القضايا كما قلت القضية الفلسطينية، والضغوط اللي مورست من جانب مجلس التعاون الخليجي على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى كثير من الأطراف في الشرق الأوسط لإيقاف هذه الحرب جزء من الجهود الثنائية بين دول الخليج والكويت. هذه الزيارة تصب في نفس الاتجاه، راح تصب في نفس الفائدة للشعب الفلسطيني. لن يتوقف الكويت والبحرين عن دعم هذه القضية ودعم هذا الشعب حتى ينال حقوقه الكاملة، ولذلك كما قلت الباب مفتوح أمام كل الأفكار اللي تطرح لتوفير هذا الدعم ولمحاولة إيجاد ركيزة أساسية أو مسار معين للحفاظ على الأمن في منطقة الخليج. أيضا هذه قضية هامة جدا،
وتخص البحرين بالذات وتخص الكويت بالذات، ولذلك لابد من طرح كل هذه الملفات ومحاولة الاستفادة من هذه الزيارة لتخفيف هذا التوتر في المنطقة. لا شك أيضا أستاذ ناصر هناك رؤى، يعني إذا ما تحدثنا أنها تتماشى مع الرؤى السديدة لقيادتي البلدين الشقيقين، وأيضا نظرتهما المستقبلية المتطلعة لمزيد من الإنجازات المشتركة في مختلف المجالات. إذا ما تحدثنا يعني برأيك ما هي أهم أوجه التعاون وأيضا الرؤية الاستراتيجية بين البلدين؟ هو طبعا التعاون السياسي يعني ضمن منظومة دول الخليج، وهناك يعني مسار واضح لدول الخليج فيما يتعلق بكل القضايا المطروحة. طبعا هناك يعني اختلاف وجهات النظر حول بعض القضايا، لكن في المحصلة النهائية هناك اتجاه واحد اتجاه كل القضايا المطروحة على الساحة الدولية، وهذا الجانب السياسي جانب واضح ومستمر منذ أمد طويل في دعم كل القضايا العربية في محاولة إيجاد لقاط التقاء مع الجيران في إيران أو غيرها من الدول الإسلامية التي حولنا. هذه قضايا محسومة، لكن الجانب الاقتصادي هو جانب مهم جدا، والشعب البحريني والشعب الكويتي على صعيد الشعبين يحتاجان إلى أن يكون هناك تعاون اقتصادي أكبر وأوسع، وحتى يعني المؤسسات الاستثمارية في الكويت يجب أن يحضر لها يعني داخل البحرين كل القوانين اللي تساعد على زيادة الاستثمارات داخل البحرين حتى يستفيد الشعب البحريني. بما تفضلت به يعني إذا كانت هناك رؤية مستقبلية بين الجانبين المملكة في البحرين وأيضا دولة الكويت لتحقيق تطلعات مستقبلية، يعني كيف تسهم هذه الزيارات الرسمية بين البلدين في تطوير أيضا العلاقات في الجوانب الاقتصادية والثقافية وغيرها؟ طبعا هو الأساس هو خدمة الشعوب، ونتكلم عن شعوب الخليج ثم نتكلم عن الشعب البحريني والشعب الكويتي. كل الحكومات في المنظومة الخليجية تسعى دائما إلى أن يكون هناك فائدة تنعكس على الشعوب بصورة أكبر وبسرعة حتى يستفيد الشعبان البحريني والكويتي من هذه الزيارة. الاقتصاد مهم جدا، وكما قلت لأن يجب أن يكون الركيزة الأولى تحسين مستوى معيشة الشعوب الخليجية ومن ضمن هذه الشعوب الشعب الكويتي والشعب البحريني. هذا يأتي عن طريق ماذا؟ يأتي عن طريق دعم المشاريع الاستثمارية ودعم الأفكار الاقتصادية ودعم هذه المنظومة حتى يحقق هذه الرؤية وهذا الهدف. لا شك أن مثلت هذه الزيارات بين البلدين على مستوى القادة يعني وأيضا كبار المسؤولين المحرك الرئيسي أستاذ يعني ناصر لمد جسور التعاون والشراكة وتبادل أيضا الرؤى في مختلف المجالات. تحدثنا عن الجانب الاقتصادي، يعني ما هو الجانب المهم، يعني ما هي المجالات التي تعتقد أن يمكن للبلدين زيادة التعاون فيها؟ في الاقتصاد يعني كثير من القضايا، هناك يعني المشاريع اللي هي تتعلق بالنفط، مشاريع المصانع التي موجودة في البحرين، هناك سياسة في البحرين ضمن القوانين التي تشجع الاستثمار داخل البحرين ترحب بالاستثمارات الخليجية وخاصة الاستثمارات الكويتية، ونحن نعلم أن الكويت لديها يعني ذراع استثماري ضخم جدا، والبحرين سوق واعدة وبحاجة إلى أن قرار من الطرفين، وهذا يعني يمكن يكون هدف رئيسي لهذه الزيارة من سمو الأمير الشيخ مشعل ومن سمو ملك البحرين أن يكون هناك تفكير أكثر في موضوع الاقتصاد، لأن هو الفائدة. ولا شك أن هناك أيضا تجربة ناجحة لدولة الكويت وأيضا سلطنة عمان في أيضا الاستثمار في المصافي والنفط. نعم. اسمح لي أستاذ ناصر ننتقل إلى الجانب الآخر من الاستديو والزميلة فاطمة الكندري، تفضلي فاطمة. شكرا بندر، ونواصل معكم مشاهدينا هذه التغطية الخاصة بزيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح إلى مملكة البحرين الشقيقة، ونربط الاتصال هاتفيا مع زميلنا منصور الكليب المتواجد حاليا في العاصمة المنامة. أهلا ومرحبا بك معنا منصور، كيف هي الاستعدادات للقاء المرتقب بين قيادات البلدين الشقيقين؟
مسي عليك ومسي على زميل بندر وعلى ضيف كريم. نحن معكم على الهواء مباشرة من قاعدة الخير الجوية في مملكة البحرين الشقيقة. لحظات وسوف يصل بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى مملكة البحرين الشقيقة في مطار قاعدة الصقير الجوية، حيث سيكون فاطمة في مقدمة مستقبل سموه حفظه الله ورعاه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. سيتجه بعد ذلك جلالة الملك وضيفه وأخيه سمو أمير بلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى الجلوس في قاعة الضيافة بقاعدة الخير، ثم بعد ذلك فاطمة سيتجه الموكب إلى قصر الخير الملكي الذي يبعد من قاعدة الخير الجوية ما يقارب الكيلو أو كيلوان تقريبا. يكون بصحبة الموكب كوكبة من الخيالة تصاحبهم للقصر، ثم تنفصل الخيالة عن الموكب عند بوابة القصر، وسيكون كذلك في استقبالهم هناك أمام بوابة قصر الصخير مجموعة من أطفال وبراعم البحرين يحملون أعلام الكويت ولافتات تحمل صور سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان الخليفة. ستقام بعد ذلك عرضة شعبية أمام سموه وجلالته، وبعدها سيتوجه إلى الساحة الرسمية للقصر. سيكون هناك فرقة عسكرية ستعزف السلام الوطني للبلدين لاستكمال مراسم الاستقبال، وسيكون هناك كذلك يعني بعد أن يتحرك أو ينتهي السلام الوطني سيكون هناك اجتماع رسمي بين الجانبين، ثم توجه إلى المجلس العام. بعد ذلك سيتشرف فاطمة المدعوين من الجانبين بالسلام على حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، ثم يتسلم بعد ذلك حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة قلادة الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة من الدرجة الممتازة، ثم سيتم تقديم السيف العربي لسمو أمير بلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. سيتبع بعد ذلك إلقاء قصيدة شعرية، وأخيرا ستكون لك مأدبة غداء رسمية على شرف حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، يقيمها أخي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة في قصر الصخير، ثم سيتحرك موكب حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بعد ذلك حفظه الله ورعاه من قصر الصخير إلى عودة من جديد إلى مطار قاعدة الصخير لمغادرة مملكة البحرين الشقيقة. هذه باختصار فاطمة البرنامج لوصول حضرة صاحب السمو من البلاد وحتى مغادرته. نعم فاطمة. نعم، وبالنسبة لوسائل الإعلام البحرينية منصور، كيف تفاعلت مع زيارة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله إلى مملكة البحرين؟ يعني بلا شك وسائل الإعلام والأوساط الشعبية البحرينية من إعلاميين عندما نتحدث معهم وأكاديميين وكذلك الدكاترة والمتخصصين في يعني الاقتصاد وأيضا في السياسة، الكل أجمع على أهمية هذه الزيارة كونها تنعكس على علاقات أخوية وتاريخية وطيدة ونقول متنامية تستمد مقومات تميزها وتطورها من عوامل التقارب الجغرافي والحضاري وما يجمعنا بهم من أواصر الدم والنسب ووشائج القربة.
يعني هناك ايضا وانت تتجولين في شوارع البحرين، تزينت جميع شوارع البحرين في مختلف مناطقها باعلام دوله الكويت، وكذلك في ساحات المطار الدولي لمملكه البحرين، وكذلك الطرق المؤديه من والى المطار، احتفاء واستعدادا لزياره حضره سيدي صاحب السمو امير بلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. ويعني شاهدنا كذلك ترحيب شعبي كبير لمسنا امانه منذ وصولنا الى المطار الدولي البحريني وحتى هذه اللحظه فاطمه. نعم منصور الكليب موفى التلفزيون دولة الكويت، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من مملكة البحرين. مشاهدينا، كما أن العلاقات السياسية العميقة بين البلدين تنعكس إيجابيا على العلاقات التجارية والاقتصادية، فهناك شراكة اقتصادية بين العديد من المؤسسات البحرينية والكويتية، وقد أضافت اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الكويتية البحرينية بعدا جديدا للعلاقات الأخوية في مجالات عديدة. شأنها شأن العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون الخليجي. ترتبط الكويت بمملكة البحرين الشقيقة بعلاقات أخوية تاريخية وطيدة ومتنامية، تستمد مقومات تميزها وتطورها من عوامل التقارب الجغرافي والحضاري وما يجمعهما من أواصر الدم والنسب ووشائج القربة. وفي إطار الروابط الأخوية التاريخية والقواسم المشتركة، تشهد العلاقات الكويتية البحرينية تطوراً ملموساً على كافة الأصعدة والمستويات، لا سيما الاقتصادية، وذلك منذ إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين حكومتي البلدين الشقيقين في عام 2001، وصولاً إلى عقد دورتها العاشرة بالمنامة في إبريل 2019، وتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون الدبلوماسي والقنصلي والسياسي والجوي والثقافي والتربوي والإعلامي، ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية للتعاون في مجالات متعددة كالتجارة الإلكترونية والشؤون الجمركية وتبادل المعلومات والأخبار وحماية البيئة والثقافة والفنون والزراعة والثروة البحرية وتطوير العلاقات التجارية، إلى جانب ما تشهده العلاقات الاقتصادية من تطورات إيجابية في ظل ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين ونمو الاستثمارات الكويتية المباشرة في مملكة البحرين. وتعد مملكة البحرين بيئة داعمة لتنوع الاستثمار، الأمر الذي شجع ورفع من الاستثمارات الكويتية في البلد الشقيق بسبب قوة البنى التحتية، فضلا عن ما تقدمه من خدمات تنافسية وانخفاض تكلفة المشاريع، إضافة إلى ما يملكه الاقتصاد البحريني من قاعدة مصرفية قوية ذات جودة عالية. إذا مشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطية الشاملة وأيضا المباشرة لزيارة دولة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى مملكة البحرين الشقيقة. رحب مجددا بك أستاذ ناصر العبدلي، لا شك يعني هناك تجربة ناجحة لدولة الكويت مع سلطنة عمان كما تحدثنا منذ قليل في الجانب الاستثماري، خاصة في المصافي النفطية، إذا ما تحدثنا عن مصفات الدقم، يعني كيف يمكن للبلدين، إذا ما تحدثنا عن مملكة البحرين الشقيق وأيضا دولة الكويت، في وضع خارطة الطريق لمستقبل اقتصادي مشرق؟ يعني هناك فرصة كبيرة جدا أن التركيز يكون على الاقتصاد، والاقتصاد دائما هو الهدف الأول لكل الحكومات الخليجية. لماذا؟ لأنه ينعكس على المواطن، نحتاج شيء ينعكس على المواطن ويتلمس المواطن نتائج هذه اللقاءات على معيشته اليومية. باستثمار الكويتي في سلطنة عمان مصفات الدقم، هذا جزء من المشاريع الاستثمارية في دول الخليج، وهذا مشروع ناجح بدأ الآن يتلقى يعني النفط الخام من دولة الكويت، ثم تعاد تكريرها وتباع إلى الأسواق الموجودة سواء بالمنطقة أو خارج المنطقة. وذاك هذا المثال ينبغي أو يمكن أن يستنسخ لدولة البحرين. يعني الكويت لديها فائض من النفط الخام تستطيع أن تستفيد هي
ودول الخليج من هذا النفط، وتستطيع أن تستثمر في القطاعات النفطية سواء على شكل مصانع بتروكيماويات أو غيرها، كما سيحدث في سلطنة عمان. هناك مشروع الآن قيد العمل فيه، هو مشروع البتروكيماويات الذي سيستفيد من وجود المصفات النفط، مصفات الدقم. ولذلك يعني من الأفضل أو من المهم جدا أن يكون هناك في البحرين أيضا مشروع كهذا المشروع، أو مشاريع نفطية مختلفة، حتى يستفيد المواطن البحريني وتستفيد المال الكويتي من استثماره هناك، وأيضا تستفيد دول الخليج. نعم صحيح. إذا ما تحدثنا أيضا أستاذ ناصر عن المجالات التي تعتقد أن يمكن البلدين يعني زيادة التعاون بهما، إذا ما ابتعدنا عن الجانب أيضا الاستثمار النفطي، الجوانب العقارية. البحرين يعني بلد واعد في موضوع العقار، سواء على الفنادق أو على مباني يعني مشاريع سياحية. يمكن أن تستفيد الكويت ويستفيد البحرين من هذه المشاريع. البحرين فتحت الباب الفترة الماضية، وكان لنا لقاءات هناك يعني عن كثب، عرفنا أن هناك قوانين أقرت، وعرفنا أن هناك فرصة لأي مواطن كويتي صاحب رأس مال أو حتى الشركات والمؤسسات أو البنوك في أن تستفيد من الجانب السياحي أو القطاع السياحي في البحرين. القطاع السياحي في البحرين قطاع مهم، قطاع حتى استقطب العائلات الخليجية الفترة الماضية، سابقا لم يكن هناك هذا الاستقطاب، لكن الآن استقطب العوائل الخليجية، وصار السوق البحريني السياحي شبيه أو يعني استطاع أن يصل إلى قرب من كما يحصل في دبي. ولذلك هذا الجانب يعني إذا أردنا الجانب النفطي موجود، وإذا أردنا الجانب السياحي موجود، بحيث تستفيد هذه رؤوس الأموال من هذه الفرص. لا شك أن دولة الكويت وأيضا مملكة البحرين يعني تعتبران شريكين استراتيجيين في المنطقة. ما هي قراءتك لهذه الشراكة تحديدا أستاذ ناصر؟ هو طبعا هذه الشراكة كما يعني تحدثنا قبل قليل تندرج ضمن إطار مجلس التعاون الخليجي، ومن المهم جدا أن يظل هذا يعني الكيان في هذه الرؤية وهذا الإطار، خاصة يعني بين دول يعني دولة كالكويت ودولة كالبحرين. البحرين موقعها الاستراتيجي موقع هام، ولذلك يعني هذه الرؤية الاستراتيجية لدول الخليج وللكويت والبحرين ينبغي أن تظل كما هي الآن. لا شك أن أيضا زيارة سمو أمير البلاد شيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، زيارة الدولة إلى مملكة البحرين الشقيقة، لا شك أنها تشكل أيضا لبنة جديدة في صرح العلاقات الكويتية البحرينية التاريخية الوطيدة. يعني كيف تشكل هذه الزيارة باعتقادك؟ طبعا هو يعني البحرين يعني دائما البحرين لها مكانة في قلوب الكويتيين، ودائما الشعب الكويتي لما يتحدث عن البحرين يتحدث بحميمية أكثر من بقية دول الخليج. وهذا الجانب التاريخي القديم وهذه العلاقة القديمة مع الكويت تاريخيا حتى ما قبل النفط أدت دائما إلى أن يكون هناك نوع من التميز في هذه العلاقة، وهي تنعكس الآن وينبغي أن تنعكس أكثر حتى في الجوانب الاقتصادية. نعم. كما أسلم. اسمح لي أستاذ ناصر العبدلي، إذن ننتقل مشاهدينا إلى موجز لأهم الأخبار مع زميل فهد العنسي. تفضل فهد. نعم شكرا لك بندر، وشكرا أيضا لضيفك الكريم، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في موجز لأهم وآخر الأخبار. بحفظ الله ورعايته غادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن صباح اليوم، متوجها إلى مملكة البحرين الشقيقة، وذلك في زيارة دولة. وقد كان في وداع سموه رعاه الله على أرض المطار سمو نائب الأمير الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، ومعالي رئيس مجلس الأمة أحمد عبد العزيز السعدون، و
سمو الشيخ ناصر لمحمد الأحمد الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ مشعل أو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي الشيخ فهد يوسف السعود الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعشرجي ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور عماد محمد العتيقي وكبار المسؤولين بالدولة. هذا ويرافق سموه حفظه الله وفد رسمي يضم كلا من معالي الشيخ علي خليفة العذبي الصباح ومعالي الشيخ علي جابر الأحمد الصباح ومعالي الشيخ خليفة عبدالله الجابر الصباح ومعالي الشيخ جابر مبارك عبدالله الأحمد الصباح ومعالي الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح ومعالي الشيخ عزام مبارك صباح الناصر الصباح ومعالي الشيخ فواز سعود الناصر لسعود الصباح وكبار المسؤولين بالديوان الأميرية. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. تشكل زيارة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى مملكة البحرين إضافة جديدة في مسيرة العلاقات التاريخية المتجذرة والتي ترتكز على ما يجمع بين قيادتي وشعبي البلدين من ثوابت ورؤى مشتركة تستند على أساس راسخ من العلاقات الأخوية المتميزة. العلاقات الوثيقة الراسخة والمتطورة بين دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة تشكل نموذجاً رائداً ومتميزاً في العلاقات الثنائية لما تشهده من نماء وتقدم في كافة. إذن سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصل في هذه اللحظات الطائرة المقلة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى مطار قاعدة صخير الجوية في مملكة البحرين الشقيقة، وسيكون أيها الأخوة والأخوات في مقدمة مستقبلي سموه رعاه الله أخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، تصل في هذه اللحظات الطائرة المقلة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في زيارة دولة يقوم من خلالها بالتقاء بأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. أيها الأخوة والأخوات، إن دولة الكويت ومملكة البحرين تؤكدان فخرهما بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين البلدين وحرصهما على توثيق التعاون المشترك بما يعود بالنفع والنماء لصالح البلدين والشعبين الشقيقين على أسس صلبة من المودة ووشائج القربى ووحدة المصير والتزامهما المشترك في إطار البيت الخليجي الواحد وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامية والمنظمات الدولية بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، تصل في هذه اللحظات الطائرة المقلة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، الذي يظل يحل ضيفا عزيزا على أخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. لا شك أيها الأخوة والأخوات، تتسم العلاقات الكويتية البحرينية بالرسوخ والازدهار في إطار حرص قيادتي البلدين على تنمية أواصر الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة ووحدة الرؤى والمواقف في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والحرص على تعزيز العمل العربي المشترك. إن زيارة دولة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى مملكة البحرين الشقيقة ولقاء سموه رعاه الله بأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، تشكل إضافة جديدة في رصيد العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، وتعزز التعاون والتنسيق في كافة المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. إن موقف مملكة البحرين الشقيقة قيادة وشعبا أبان الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت سوف يظل حاضرا في وجدان كل كويتية، والتي وضعت كل إمكاناتها في خدمة قضية الكويت العادلة، هي علاقات تاريخية راسخة ترتكز على أواصر الأخوة والمحبة والتلاحم بين البلدين والشعبين الشقيقين. وبما يتماشى أيها الأخوة والأخوات مع الرؤى السديدة لقيادتي البلدين الشقيقين ونظرتهما المستقبلية المتطلعة لمزيد من الإنجازات المشتركة في مختلف المجالات، فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، تصل الطائرة المقلة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وفي مقدمة مستقبل سموه رعاه الله أخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، وصول الطائرة المقلة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، والآن أيها الأخوة والأخوات يتقدم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة لاستقبال أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
في هذه الصور الحية وأيضا المباشرة والتي تأتيكم من مطار قاعدة صخير الجوية في مملكة البحرين الشقيقة. إذن أيها الأخوة والأخوات، تعتبر زيارة دولة والتي يقوم بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، هي الأولى التي يقوم بها إلى مملكة البحرين الشقيقة. إذن حضرة صاحب السمو يصل في هذه اللحظات إلى مملكة البحرين الشقيقة، وصول حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى مملكة البحرين الشقيقة. وفي مقدمة مستقبل سموه رعاه الله أخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، يصل في هذه اللحظات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وفي مقدمة مستقبل سموه رعاه الله أخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتشرف المستقبلين بالسلام على حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وأيضا أخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة في هذه الصور الحية وأيضا المباشرة والتي تأتيكم من مطار قاعدة صخير الجوية في مملكة البحرين الشقيقة، حيث تعتبر زيارة دولة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه هي الأولى التي يقوم بها إلى مملكة البحرين الشقيقة بعد توليه مقاليد الحكم في إطار السجل الزاخر من الزيارات الأخوية المتبادلة بين قيادتي البلدين الشقيقين. وتحرص قيادتي البلدين على التواصل وأيضا التشاور المستمر حيال مجمل القضايا والتحديات الإقليمية والدولية. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، مثلت هذه الزيارات المتبادلة وأيضا المتواصلة بين قيادتي البلدين وكبار المسؤولين المحرك الرئيسي لمد جسور المحبة والتعاون والشراكة وتبادل الرؤى في مختلف المجالات. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، يتجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى قاعة التشريفات في مطار قاعدة الصخير الجوية، إن دولة الكويت أيها الأخوة والأخوات ومملكة البحرين تؤكدان فخرهما بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة
وحرصهما على توثيق التعاون المشترك بما يعود بالنفع والنماء لصالح البلدين والشعبين الشقيقين على أسس صلبة من المودة وشائج القربة ووحدة المصير والتزامهما المشترك في إطار البيت الخليجي الواحد وجامعة الدول العربية، وتتسم العلاقات الكويتية البحرينية بالرسوخ والازدهار في إطار حرص قيادتي البلدين على تنمية أواصر الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة ووحدة الرؤى والمواقف في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والحرص دائما على تعزيز العمل العربي المشترك. إن زيارة دولة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى مملكة البحرين الشقيقة ولقاء سموه رعاه الله بأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة تشكل إضافة جديدة في رصيد العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، وتعزز أيضا أيها الأخوة والأخوات التعاون والتنسيق في كافة المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. وبما أيضا يتماشى مع الرؤى السديدة لقيادتي البلدين الشقيقين ونظرتهما المستقبلية المتطلعة لمزيد من الإنجازات المشتركة في مختلف المجالات، وتحرص قيادتي البلدين على التواصل والتشاور المستمر حيال مجمل القضايا والتحديات الإقليمية والدولية. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات بوصول حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى شيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في زيارة الدولة والتي يقوم بها إلى مملكة البحرين الشقيقة. وكما تشاهدون في هذه الصور الحية وأيضا المباشرة وتبادل الأحاديث الودية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى شيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قاعة التشريفات في مطار قاعدة الصخير الجوية. إذن أيها الأخوة والأخوات مستمرون معكم في هذا النقل الحي وأيضا المباشر. من مطار قاعدة الصخير الجوية. عبر هذه الصور الحية وأيضا المباشرة والتي تأتيكم
من مملكة البحرين الشقيقة. إن موقف أيها الأخوة والأخوات مملكة البحرين الشقيقة قيادة وشعبا سوف يظل حاضرا في وجدان كل كويتي ودائما دولة الكويت وأيضا مملكة البحرين الشقيقة تضع كل إمكاناتها في خدمة قضايا دول الخليج العربي بينهما. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات في هذا النقل الحي وأيضا المباشر والذي يأتيكم من قاعدة الصخير في مملكة البحرين الشقيقة، لا شك أنها علاقات تاريخية راسخة ترتكز على أواصر الأخوة والمحبة والتلاحم بين البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يتماشى أيضا مع الرؤى السديدة لقيادتي البلدين الشقيقين ونظرتهما المستقبلية المتطلعة لمزيد من الإنجازات المشتركة في مختلف المجالات. تعتبر زيارة دولة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه هي الأولى التي يقوم بها إلى مملكة البحرين الشقيقة. إذن سيداتي وسادتي مستمرون معكم في هذه التغطية الشاملة وأيضا المباشرة لزيارة الدولة والتي يقوم بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى مملكة البحرين الشقيقة، حيث تصل الصور تباعا من قاعدة الصخير الجوية في مملكة البحرين الشقيقة بوصول حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، حيث وصلت منذ قليل الطائرة المقلة لحضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه إلى مطار قاعدة الصخير الجوية، وفي مقدمة مستقبل سموه رعاه الله أخي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث تشرف المستقبلين بالسلام على حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. واتجه بعدها سموه رعاه الله إلى قاعة التشريفات في مطار قاعدة الصخير الجوية في مملكة البحرين الشقيقة. إذن مشاهدين مستمرون معكم في هذه التغطية الشاملة وأيضا المباشرة
لزيارة دولة والتي يقوم بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى مملكة البحرين الشقيقة. إذن سيداتي وسادتي مستمرون معكم في هذه التغطية الشاملة وأيضا المباشرة لزيارة دولة والتي يقوم بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. مشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطية الشاملة وأيضا المباشرة لزيارة دولة والتي يقوم بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى مملكة البحرين الشقيقة. ووصل حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه إلى مطار قاعدة الصخير الجوية. لا شك يعني أستاذ ناصر العبدلي يعني زيارات متبادلة بين قيادتي البلدين بين دولة الكويت وأيضا مملكة البحرين الشقيقة، كيف تسهم هذه الزيارات الرسمية يعني بين البلدين في تطوير تلك العلاقات إذا ما تحدثنا أيضا عن الجانب الاقتصادي والثقافي وغيرها؟ وطبعا بوصول سمو الأمير الشيخ مشعل إلى مملكة البحرين تبدأ الآن الخطوات العملية لجدول الأعمال، وتوقعات ان هذا الجدول يعني يضم الكثير من الافكار والمشاريع والاقتراحات بحيث ان يكون هناك فائده للبحرين كما هناك فائده للكويت. واعتقد ايضا ان الفرصه موجوده ما دامت النيه موجوده والحماس والمبادره عند الزعيمين تجاه هذه المشاريع. انا اتوقع انه راح يكون أو ينعكس هذا الأمر على شعبي البلدين بما يستفيدون منه استثماريا واقتصاديا. لا شك العلاقة بين البلدين يعني فريدة من نوعها إذا ما تحدثنا أستاذ ناصر، يعني صحيح. ما تشكل هذه العلاقة يعني إذا ما شكلت هذه العلاقة بإطارها التاريخي وأيضا امتدادها الاستراتيجي؟ هذا تجد العلاقة المميزة بين الكويت والبحرين تجدها في قلوب المواطنين سواء الكويتي أو البحريني. يعني أنت لما تتحدث عن البحرين تتحدث بخصوصية وتتحدث بحميمية تجاه البحرين، لأن هناك علاقة قديمة جدا على مستوى الأسرة الحاكمة وعلى مستوى الشعبين يؤدي إلى أن يكون هذا التميز وهذه العلاقة الحميمية. لا شك أيضا توحيد، إذا ما تحدثنا عن توحيد المواقف بين مملكة البحرين وأيضا دولة الكويت، توحيد اتجاه المواقف بين البلدين خاصة الإقليمية والدولية، يعني كيف تسير هذه المواقف برأيك؟ هو طبعا يعني في ضمن إطار مجلس التعاون الخليجي هناك رؤية لعلاقة بين دول الخليج والمنطقة، كل ما يحيط بدول الخليج من منطقة هناك رؤية واحدة وموحدة، وهذه الرؤية أيضا تندرج في إطار العلاقة الثنائية بين البحرين والكويت. هناك علاقات يعني داخل المنظومة الخليجية هناك علاقات أكثر تميزا سواء بين دول الخليج أو حتى بين دول المنطقة، وهناك علاقات استثمارية وتجارية واقتصادية بين دول الخليج وبين دول المنطقة. ولذلك هذا لا يمنع ما دامت في إطار الرؤية الشاملة والرؤية الاستراتيجية لدول الخليج تجاه هذه المنظومة التي تحيط بدول الخليج. ما هي الآفاق يعني أستاذ ناصر ما تحدثنا، ما هي الآفاق التي ستفتحها الزيارة بين البلدين على وجه العموم؟ هو الأهم أفق هو الأفق الاقتصادي في المرحلة يعني في المقر الأول، لكن أيضا هناك جوانب ثقافية وهناك جوانب سياسية يمكن العمل عليها، لكن كل ما يفيد المواطن نعم. ويؤثر عليه بشكل مباشر هذا أمر مطلوب. نتوقف أستاذ ناصر، يعني مشاهدين الكرام كما تشاهدون بهذه الصور الحية وأيضا المباشرة يتحرك موكب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة
كما تشاهدون في هذه الصور الحية وأيضا المباشرة إلى قصر الصخير. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، يتجه موكب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، إلى قصر الصخير في مملكة البحرين الشقيقة. حيث تعتبر أيها الأخوة والأخوات هذه الزيارة زيارة دولة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، هي الأولى التي يقوم بها إلى مملكة البحرين الشقيقة بعد توليه مقاليد الحكم في إطار السجل الزاخر من الزيارات الأخوية المتبادلة بين قيادتي البلدين الشقيقين. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، يصل موكب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى قصر الصخير في مملكة البحرين الشقيقة. هذه الزيارة أستاذ ناصر العبدلي يعني لا شك يعني تأتي في التوقيت لها معنى وأيضا معنى مميز وأيضا دلالات خاصة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة. هي يعني بداية كما تحدثنا أن بدأت في زيارة المملكة العربية السعودية ثم عمان، هذه مبادرة جميلة من سمو أمير البلاد في زيارة دول الخليج للقاء واستفادة من اللقاءات الثنائية، وهذه الزيارة تندرج في هذه الفكرة وهذا الإطار. هناك الكثير من الفائدة دائما في موضوع التواصل الثنائي، انعكاسه أكبر بكثير من زيارات أو اللقاءات التي تكون فيها هناك على مستوى القمة سواء في الخليج أو في جامعة الدول العربية. وهذه تشجع على أن هذه الزيارات تشجع على أن النظر في كل ما يستفيد منه البلدين سواء عن طريق الاستثمار أو طريق التجارة أو الاقتصاد أو الثقافة أو غيرها من المجالات القطاعات الواسعة التي يعني يمكن النظر إليها. لا شك تحدثنا يعني قبل الفاصل عن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الكويت وأيضا مملكة البحرين الشقيقة. هناك أيضا تجارب ناجحة بين سلطنة عمان الشقيقة وأيضا دولة الكويت بما يتعلق بالمصافي النفطية، وتحدثنا عن هذا الموضوع منذ قليل. يعني ما هي الشراكة الاستراتيجية التي تجمع نستطيع أن نجعلها أن تجمع بين البلدين بين مملكة البحرين الشقيقة وأيضا دولة الكويت في المشاريع وأيضا الرؤى المستقبلية؟ هو طبعا الباب مفتوح، يعني كما تحدثنا قبل قليل أن هناك قطاعات واسعة داخل البحرين يمكن أن نستفاد من الاستثمار فيها. إذا أردنا أن نستثمر كما حدث في عمان هناك مجال كبير، وأعتقد أن طرحت مثل هذه المشاريع إذا أرادوا الجانب السياحية والجوانب الثقافية وغيرها من الجوانب، هناك فرصة كبيرة لاستغلال هذه الزيارة بحيث تعود كما قلنا على كمردود اقتصادي على الشعبين الكويتي والبحريني. إذا ما تحدثنا أيضا عن توحيد اتجاه المواقف، يعني هناك لا شك مواقف كثيرة جمعت دولة الكويت وأيضا مملكة البحرين الشقيقة، كيف تسير هذه المواقف برأيك؟ هي المواقف يعني تجاه القضايا، يعني سواء تجاه القضايا الإقليمية في الخليج أو في القضايا العربية، دائما هناك موقف واحد موحد بين دول الخليج ومن ضمن هذه الدول الكويت والبحرين. وأعتقد أن يعني النشاط والمبادرة دائما من دول الخليج تجاه القضايا الإقليمية والقضايا العربية يعود بالفائدة. إذن كما تشاهدون سيداتي وسادتي بهذه الصور الحية وأيضا المباشرة،